أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لقد مر علينا فيما سبق في درس سابق أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الدنيا على القول الراجح، فكيف نجمع بين هذا وبين قول المؤلف إن الرسول رأى ربه في أحسن صورة؟ هذه رؤيا يا أخي، رؤيا منام. سبحان الله، ما تأملت قبل تسأل؟ هذه رؤيا منام، رأى ربه يعني في المنام في أحسن صورة، ووضع الرب يده على كتفي الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد برد أنامله في صدره، ثم سأله سبحانه وتعالى فيما يختصم الملأ الأعلى. هذه رؤيا منام. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.